احنا الان نعرف ليش انه هذا قانون الامن الغذائي عندك ملاحظات عليه، وشنو ملاحظاتك؟ يعني ملاحظات كثيره يعني منها ثبتتها باللجنه الماليه منها. يعني هسه بغض النظر عن يعني لكن جزء منها ملاحظات ثبتتها هسه نحتاج لنا وحده اثنين بس يعني ما اريد هواي يعني ملاحظات. تعرف هو سمي قانون الامن الغذائي والتنميه الامن الغذائي الطارئ والتنميه زين. من تقرا القانون ماكو شيء يخص التنميه به، يعني هو عبارة عن مستحقات فلاحين، عبارة عن بطاقة تموينية، ومتناول الفقر بكلمتين فقط، ومشاريع متوقفة ومتلكئة زين. فماك شيء خص التنمية، فاقترحت قلت هاي مسألة التنمية شيلوها ما لها وجود. هاي الموضوع الآخر باقتراض زين. تصور يعني باقتراض 10 تريليون دينار هاي فقرة، وبفقرة أخرى شو تقول؟ تقول يخصص جزء من هذا المبلغ لسد القروض اللي على العراق زين. أنت كيف تنشئ حساب تمولى عن طريق القروض، وبمادة أخرى تقول سدد القروض بنفس القانون زين. فأنت إما تلغي، إحنا الآن في هذا الظرف نحتاج أن نقترض في ظل ارتفاع أسعار النفط الكبير وتحقق وفرة كبيرة. شنو الداعي من عوائد النفط؟ ليش يعني انت برايك زين العراق قروض داخليه لو خارجيه؟ العراق الان قروض داخليه وخارجيه موجوده. العراق العراق الان مدين، يعني بهذا قانون الامن الغذائي العراق لا هم محدد يقول مصادر تمويل الحساب اللي تنشئه وزاره الماليه 25 تريليون مما زاد من عوائد النفط زين، و10 تريليون اقتراض، فايش قد المجموع يصير؟ تقريبا 35 تريليون زين. فاحنا اعتراضنا، انا كثير من الاخوه النواب اعترضوا وانا من ضمن الاعتراضات، احنا المفروض الان نستغل هاي الوفره الماليه لتسديد القروض الموجوده اصلا، لانه اثقلت كاهل البلد، هناك فوائد تدفع على هذه القروض حتى لو فوائد بعيده المدى زين. لكن بالنتيجه انت مدين لدول كثيره زين. مؤسسات ماليه زين. صندوق النقد الدولي قد يكون، اضافه للقروض الداخليه.